الهوى ودرارا ناسي ناسي لا لا رقد النيرارا. الله يسلمك الله يسلمك. مشاهدينا قناة منتجة نيوز، اليوم معنا الأخ الكريم اللي جانا من الأوراس من باتنا إلى الجزائر العاصمة. اليوم حاب يحكي لنا شوية على الأعراس في باتنا، كيفاش ينظموهم، كيفاش العوايد تاعهم. ألور الأخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احكي لهم شوية على الأعراس عندكم. الأعراس حنا نديروا الأعراس نديروا بالخيل، الخير والخير والبارود. عندها 7 أيام وسبع ليالي هذو نديروهم. ألور نديروا 3 أيام. فيهم البارود نديرو بالخيالة، نديرو بالعاويد نسمى الفرسان هما اللي عندنا 3 جور. عندنا 3 جور هذو نفطرو فيهم ونعشيو نفطرو فيهم نغديو كما نقولو حنا ونعشيو فيهم وثلاث ايام شغل يخرجوا لبرا بلاصه وين وين يلعبوا بالعاويد والبردية القصبة والليلة السابعة اللي تنقولوا احنا العروس تدخل العروس والعريس هذاك هو عرس وحده ثاني عرس يقيم عرس وحده ثاني وحده وهذه هي العرس هذه هي العادة الشوية. وزيد ثاني عندكم عوايد واحد اخرين ديروهم انتم شغل معروفين بهم الشوية، وش هما؟ كيما اللباس تاعكم لباس شاوي عفيس هكا لباس شاوي الراجل يلبس البرنوس كما نقولوا احنا عندنا الرحابه يلبس البرنوس ويشطح بالبرنوس يغنيو بالبندير وعندنا اللي يضربوا المراه تلبس لباس تقليدي شاوي ويرسموا في وجوههم وي يديروا ذوك الخانه هكا تقدر تغني لنا هكا كشغونيه ولا لا غنى مقطع صغير تما انتم الشاويين تغنوها واش نغني لك؟ كشغونيه تحبها انت غنيه شاويه تحبها انت غنية شاوية لهوا ودرار لهوا ودرار. ككلمة أخيرة للشعب الجزائري تحية، وجه لهم تحية لكونك باتني وناس باتنا كل. واش نقول للشعب الجزائري؟ نتمنى للشعب الجزائري كل هنا وإن شاء الله ربي يرفع لنا هذا البلاء والغلاء. وتحية الفريق الوطني ويحيى بالماضي والجزائريين الجزائريين من الجزائريين من الحدود للحدود. وكما نقولوا حنا يعني الشعب الجزائري سواء قبيلي سواء باتني سواء مزابي وكل خاوه خاوه. بيان سير هذه قولي هاو ودي هذه كل خاوه خاوه ولا للفتنه. يا خلاص نعم.